تعطينا الوصفة؟ ايه واخا ماشي مشكل. دونك هذه فطيرة ديال الجبن والعسل. والعسل بدقيق مزية. والعسل بدقيق مزية، تفضلي لالا. المقادير كاس ونص دقيق مزية بطبيعة الحال. كاس ونص ديال دقيق مزية. ايه، ربع كاس زيت. ربع كاس ديال الزيت. معلقة خميرة الخبز. معلقة كبيرة ديال خميرة الخبز. خميرة ديال الحلوة وحدة. خمارة. معلقة ديال السنيدة كبيرة. ايه. قبصة ملح. قبصة ملح. ياغورت طبيعي. ياغورت طبيعي. نخلطوا المقادير كلها مع بعضها. ايوا. ندلكوها شوية. نخليوها تنتاح مدة ديال 5 دقائق. ومن بعد تنسرحوها في اللاطة ديال الفران تكون مرشوشة بالدقيق. نسرحوها على شكل دائري بحال شكل ديال البيتزا. ايوا. ونثقبوها بفورشيت. وندهنوها بالجبن. اي جبن متوفر او فرماج مثلثات الى ما كانش الجبن. وتكون طبقة شوية غليظة شوية، واحد طبقة وطيرة. ومن بعد نحكو الفرماج حمر نحكوه من الفوق. وندخلوها حتى طيب وتحمر لينا من الفوق مزيان. وملي نخرجوها نسقيوها بالعسل وهي سخونة وبالصحة والراحة. خرجيش نسقيها بالعسل، الله يعطيك الصحة. شكرا. شكرا لك، الله يعطيك الصحة وسعيدة، تبارك الله عليك. بارك الله فيك. بارك الله فيك، شكرا لك. وحتى انتم طبعا يمكن لكم تشاركوا.